وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي، ومن أربيل العضو السابق في برلمان إقليم كردستان والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري. أرحب بكما ضيفي الكريمين. سيد برواري، أبدأ معك، ومن وجهة نظرك من يتحمل مسؤولية تكرار الهجمات التركية والإيرانية على مناطق شمال العراق وسط موقف حكومي يوصف بالخجول؟ نعم، تحية لكم، تحية للأستاذ وائل وللأخوات والأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة يعني لنكون صريحين، الذي يتحمل أي حد يعني فعل هو الفاعل. بالتأكيد الحكومة التركية والإيرانية يتحملون بالدرجة الأولى، لأنه بدلا من أن يلجأوا إلى الحديث مع الدولة الجارة على العراق والعمل بالتنسيق معهم على الخروج بخطة لنقل تقليل ادعاءاتهم بأن هناك خروقات من قبل معارضين يستغلون الحدود العراقية للعبور وإجراء عمليات داخل حدودهم، وهم مقدما قبل أن ندخل موضوع حجة واهية لم نشهد منذ سنوات، منذ عشرات السنوات، لا تحرك من حزب العمال الكردستاني ضد تركيا ولا من قبل الأحزاب الكردية الإيرانية يعني مقدما. ولكن بالتأكيد الدرجة الثانية تحمل الحكومة العراقية، لأن موقفها فعلا مائع. يعني لنفرض أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003، صدام كانت له اتفاقية مع الدولتين بأنه خزن تركيا تحق لي بضمن الاتفاقية يحق لتركيا الدخول إلى الأرض العراقية 20 كيلومتر، ولكن الحكومات بعد 2003 إذا كانت حجتها بخصوص إيران هي موالاتها أو عدم رغبتها في إزعاج إيران، فليس هناك أي مبرر للقبول بوجود معسكر تركي في زيلكان على أبعاد عشرات الأمتار من مدينة الموصل وعلى بعد أكثر من 150 كيلومتر من حدود تركيا. ما هو الخطر الذي يمكن أن كذلك الوضع في سنجار. الحكومة العراقية، أنا ابن المنطقة الجبلية بالضبط، المنطقة التي تشهد أحيانا عمليات جبل متينة و برواري بالا، تقع على الحدود. حرس الحدود العراقي موجود منذ يعني اكثر من 15 20 سنه على بعد لاقل 40 50 كيلومتر من الحدود العراقيه. عندما اصل الى قريتي اعبر من نقطه حدودهم. في عمليات التركيه الكبيره باطراف زاخو اذا تتذكرون، يعني مراسليكم مراسلي القنوات الاخرى كانوا هناك وشاهدوا ان هناك فراغ امني بعرض حوالي 30 احيان 20 احيان 40 كيلومتر بالشريط الحدودي. هذا دور الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه فقط تحركت بقوه والراي العام العراقي قنوات كذا عندما تم ضرب قبل اشهر، يعني اذا تتذكرون بالصيف ضرب منطقه سياحيه راح ضحيتها مجموعه من الاخوه والاخوات من اهل الجنوب العرب. يعني طالما انه القصف كان على مناطق كرديه والضحايا هم ضحايا كرد، لم نرى تحركا لا من الحكومة العراقية ومن الرأي العام العراقي. دعني أنتقل إلى السيد وائل. السيد وائل، يعني هذه الخروقات والهجمات التركية الإيرانية يصفها البعض بأنها خرق للسيادة العراقية. المسؤول عن حماية هذه السيادة العراقية أليست هي الحكومة الاتحادية؟ هل تتفق مع هذا الطرح؟ وهل تعتقد أن هناك جوانب مخفية للقصة بشأن المسؤول عن الرد على هذه الهجمات؟ بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللأخ العزيز أستاذ عبد السلام ومشاهديكم الكرام. بالتأكيد يعني أتفق مع هذا الرأي، ولكن أتفق مع الرأي أنه نعم يجب أن تكون الحكومة الاتحادية هي المعنية في الدفاع عن سيادة العراق وهيبة العراق وعن مواطني العراق مهما كان لونهم وشكلهم وانتماءاتهم، لكن هذا لا يكفي لحد ذاته بقدر ما أن هناك خرقا واضحا من كل الدول المجاورة، ونتحدث عن الطرفين الحاليين الإيراني والتركي مثلا، وإن كان التركي أكثر لربما تماديا منذ سنوات أكثر من إيران التي لربما في الفترة القريبة حاولت أن يعني بعد أن تقول أنه ثمة مجاميع تدخل
وإثارة الفتنة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، لكن الاعتداء التركي لا، منذ سنوات طويلة حتى قبل داعش وحتى لربما في اتفاقات من زمن النظام البائد. لكن الخلل السياسي الذي حدث في المنظومة بعد التغيير بعد 2003 للأسف الشديد لم يكن هناك توافقا ما بين حكومة المركز وإقليم كردستان على كثير من القضايا التي يفترض أن يكون فيها تعاون مشترك على شيء اسمه عراق وحدود عراقية واحدة، بمعنى أن ثمة خلاف داخلي أو إشكال داخلي في البنود الدستورية العراقية التي لا نستطيع أن نفككها بشكل صحيح ونعطي الحق لصالح الإقليم أو لصالح الحكومة الاتحادية، وهناك خرق لهذه الدول التي لم تحترم الأعراف الدولية أنها تلاحق بذريعة المعارضين المسلحين. في الدستور العراقي الجديد بعد التغيير العراق يرفض أن يتم استخدام أراضي في العدوان على دول الجوار مهما كانت. هذه النقطة تحتاج إلى قرار حكومي في اجتماع قمة ثلاثية بين قادة العراق وإيران وتركيا، والاتفاق عبر الطرق الدبلوماسية في التوصل إلى موضوعة نزع السلاح من هذه المجاميع. هذا الذي أعتقد يفترض أن يكون. إما الآن نتحدث عن لغة سلاح ويجب على الرد كيف يكون؟ هل يكون ردا عسكريا؟ لا. العراق الآن يعني نحن يكفينا ما عانينا من داعش ومن حروب النظام البائد، غير مستعد لأن يدخل هكذا حرب مع دولتين جارتين يفترض أن تكون العلاقات فيما بينهما علاقات متميزة وعلاقات تتحقق فيها المصالح المشتركة. لكن بالنتيجة النهائية أنا بالنسبة لي أحمل الحكومة المحلية الداخلية الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان مسؤولية ما يجري، وذلك لعدم التوافق على كثير من المشتركات المهمة التي تدخل أو تأتي ضمن إطار هيبة الدولة وسيادة الدولة. سيد برواري، مؤخرا تم الإعلان عن إعادة نشر قوات عراقية مشتركة على الحدود، برأيك هذه القوات أو نشر هذه القوات هل سيحد من هذه الهجمات؟ وبرأيك ما هي الوسائل المتاحة للضغط على الجارتين لإيقاف هجماتهما؟ نعم، أولا أريد فقط أعقب تعقيب صغير. حكومة إقليم كردستان لا تتحمل أي مسؤولية، ومنذ اليوم الأول أبدت كل استعداد، وفي كل مرة يتم فيه خرق أمني تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها دستوريا. حفظ الحدود هو من واجب الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان تعرف ذلك. وكما قلت لك، وجود قوات حرس الحدود منذ سنوات دليل على أن الحكومة كردستان مستعدة للتعاون، وحتى في الفترة الأخيرة عندما تم طرح الموضوع حزب الديمقراطي الكردستاني يبدأ كل يعني استعداد لبذل كل ما في وسعه لمساعدة القوات العراقية. ولكن يعني شوفي، قبل شهرين أعتقد طلع القرار، لحد الآن ميدانيا لم نرى شيء. حتى اليوم في تقريركم مسؤول يقول سيتم تشكيل. هذا هو الأمر، يعني الحكومة العراقية نفسها يحق للناس أن يقولوا بأنها غير جدية. لكن نشر الحدود على يعني القوات على الحدود هي مسألة ليست سهلة. الذي يعرف المنطقة، هي منطقة جبلية عاصية جدا. نحن عندما كنا بيشمركة كانت المنطقة مفتوحة أمامنا، حتى مع رغم وجود ذلك الوقت يعني النقاط العسكرية التركية والإيرانية والعراقية، هناك يعني مسارات مشاة في مناطق ممكن يصعب الوصول إليها. ولكن يجب على الأقل لسحب البساط من أمام الادعاءات الباطلة الإيرانية والتركية، من الضروري فعلا أن تقوم الحكومة العراقية على الأقل بهذه الخطوة. هذا لن يحد بالتأكيد، ولكن لأقول مرة أخرى تواجد حزب العمال التركي في كردستان بكثافة جرى بعد 2012 عندما بدأت ما تسمي آنذاك بعملية السلام بمبادرة من المرحوم رئيس جلال طالماني والرئيس مسعود بارزاني، واتفقوا مع الطرفين مع الترك ومع PKK
أن ينسحب المسلحون الكرد من تركيا ويستقروا في منطقة قنديل جنوب مثلث الحدود، يعني على الحدود الإيرانية لا على الحدود التركية. بالنسبة لإيران، كرد الإيرانيين، منذ انبثاق الإدارة الكردية 1992 بعد انسحاب القوات العراقية وخضوع المنطقة يعني حماية المجتمع الدولي، الأحزاب الكردية الموجودة هناك والمهاجرون موجودون منذ 1980 بعد الثورة الإيرانية، وهناك عشرات الآلاف، أعتقد 6 معسكرات لاجئين. الأحزاب السياسية منذ اليوم الأول، لا أقول انبثاق الإدارة الكردستانية، تعهدوا بأن لا يقوموا بأي عمل يعطي إيران مبررا لكي تستغل وتدعي بأنهم يعني. ولكن هل هناك متابعة لهذه الجماعات من قبل حكومة إقليم كردستان لتحركات هذه الجماعات؟ يعني نعم نعم نعم، موجود، مراقبون. نعم نعم، بعكس بالضبط، بعكس PKK المتمرد المدعوم من إيران بالمناسبة، كما هي الوضع يعني وضعهم في سنجار. أحزاب الكردية في الإيرانية حقيقة أبدت مشعورا بالمسؤولية عالي جدا، وهي أحزاب مدنية أكثر. إذا كان هناك بعض المسلحون فهم يحمون معسكراتهم، معسكرات عوائلهم. حتى في إذا تسمحي لي نص دقيقة، هذا موضوع مهم. عندما اندلعت الأحداث في تركيا في إيران والمظاهرات، وخاصة في من كردستان بعد استشهاد مهسا أميني، كان هناك ضغط جماهيري كبير على هذه الأحزاب بأن تستغل الفرصة وتدخل عسكريا. هذه الأحزاب، خاصة الأحزاب الرئيسيين كومالا والديمقراطي، أصدروا بيانا وقالوا هذه مؤامرة إيرانية تريد أن تجرنا إلى صراع سيؤدي إلى تدمير منطقتنا، ورفضت أي تحرك عسكري مع ضعف طبعا وانشغال القوات الأمنية الإيرانية. هذا أحسن دليل، وبالذات بعد اتخاذ هذا الموقف المسالم، الابتعاد عن التحرك والدخول إلى إيران. نعم. بالذات في هذه المنطقة بدأت إيران بتجديد قصفها، وواضح جدا الإيرانيون عندهم مشكلة الآن داخليا، ويريدون يلقون الضوء بحجة أنه ما يجري في إيران هو مؤامرة صهيونية كذا. الترك عندهم مشاكل داخلية، الجيش يراد تشغيله، وهناك فعلا فساد وهناك تهريب. هاي مسألة ممكن تخرجنا عن الموضوع عن الرئيسي. إذا كل ما كان هناك حجة أو شيء، فقط استغلال الحدود أو عبور هذه القوات إلى تركيا أو إيران، هذا شيء لا وجود له. واضح جدا. أعود معك سيد وائل وأسألك، دائما حجة الطرفين التركي أو الإيراني، البكاكا أو المعارضة الإيرانية، ما هي المعوقات التي تقف في وجه غلق هذا الملف من قبل الحكومة العراقية؟ هل هناك إرادات سياسية غير متفقة؟ وإذا ما تحدثنا تحديدا عن سنجار، فكم يخدم تواجد البكاكا هذا الحزب في هذه المنطقة المصنف طبعا على لائحة الإرهاب؟ يعني خلي أتحدث ويا حضرتك بصراحة، يعني الحكومة التي تخضع إلى إرادات سياسية وتمضي على رغبة تلك الإرادات السياسية، بالتأكيد هذا يؤكد على أنها حكومة ضعيفة غير قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الدولة بأكملها لكي تضيف إلى هيبة الدولة شيء. فبالتالي اليوم وإن كانت يعني هناك مصالح سياسية لدى البعض في موضوع سنجار، هسه هذه سنجار المشكلة يعني ليس فيها طرفا واحدا فقط يعني أتحدث عنه، إنما مجموعة أطراف لربما لها مصالح في سنجار. يعني حتى إذا ما خرجنا إلى خارج الحدود العراقية إلى تركيا، نجد أن لديها مصالح في سنجار، وإذا ما دخلنا إذا أبعد من تركيا، نجد أن هناك مصالح دولية في موضوع سنجار، ولربما أيضا حتى إقليم كردستان له رأي في موضوع سنجار. وبالتالي هذه الخلافات ما بين هذه المجاميع كلها، أنا في رأيي من الأشخاص الذين يتبنى احترام إرادة الدولة، وإلا لو كانت الحكومة حقيقية لما استطاعت تلك الأطراف ذات المصالح في أي منطقة أخرى. سنجار ضربناها مثل، لكن قد يكون هناك مناطق أخرى أو ما يجري بشكل عام في كل أنحاء العراق
ايضا هو يعود يعني يؤثر على هيبه ولكن الدوله. ولكن تحديدا في سجار اذا كانت الحكومه يعني قويه تشكيل اتفاقيه ولكنها لم تفعل على ارض الواقع بين حكومه بغداد وحكومه الاقليم. نعم، لانه كان هناك اعتراض اتصور لدى البرلمان العراقي على عقد هكذا اتفاقيه، لكن هذا القرار كانت في زمن حكومه الكاظمي. نعم. والسيد الكاظمي المشكله كانت قراراته يعني مرت في العراق فتره 3 سنوات في فترته يعني، وما نعاني منه الان هو ما نعاني منه من ثورة العشرين واستقلال العراق إلى حد هذه اللحظة، لمجرد 3 سنوات هذه التي حكم فيها كثير من المتغيرات. لم يكسب الشيعة ولم يكسب السنة ولم يكسب الأكراد الكرد ولم يكسب أي طرف آخر ولم يكسب أي جهة سياسية، وخرج فاشلا بفضائح نحو الفساد ومحاولة بيع توزيع العراق إلى كانتونات وإلى أشياء أخرى. هذه اتهامات إذن يعني المشكلة اليوم نحن نحتاج غير مثبتة حتى هذه اللحظة. خلينا له حق الرد. نعم بالتأكيد بالتأكيد. نعم تفضل. بالتأكيد، لكن أنا أقول الآن بعد في ظل هذه الأجواء نحتاج إلى تقارب في الحديث. الحكومة الاتحادية تتحدث مع حكومة الإقليم، تخضع إلى حوارات سياسية حقيقية من إذا كان الهدف واحد هو استقرار العراق والدفاع عن وحدة العراق، وكذلك تنطلق إلى مرحلة لقاءات قمة ثلاثية ما بين إيران والعراق وتركيا، وتوضع نقاط حقيقية حتى أن استوجب الأمر أن يتدخل المجتمع الدولي. نعم. في الإمضاء على هذه الاتفاقيات لكي تكون ملزمة إلى كل الأطراف، وإلا من غير المعقول أن ينتهك العراق من أي دولة أخرى، تركيا أو إيران أو شين من الأحزاب لها مصلحة سياسية. حكومة السودان الآن باختصار لو سمحت، لأن الوقت كلش يعني دا ينتهي عندي، حكومة السودان الآن ماذا تفعل بشأن هذا الموضوع؟ أتصور ماضية إلى هذه الرؤية. نعم، أتصور حكومة السيد الشياع السوداني ماضية إلى هذا الموضوع، والزيارة التي ذهب بها السيد السوداني إلى إيران كان أيضا من ضمنها هذا الموضوع، ولربما يكون هناك في القريب العاجل بلقاء أيضا عراقي تركي. نعم. حول هذا الموضوع، وأتصور أنه الأمور ماشية بهدوء إن شاء الله. سيد برواري، هل لديك أي تعليق؟ نعم، في الحقيقة ما يخص سنجار أنا أعتقد التعامل مع سنجار هو أحسن مثال على نية الحكومة العراقية واستقلاليتها أيضا. يعني حتى إذا كانت اتفاقية في عهد الكاظمي، فإذا الإخوة بدأوا حملة ضد الكاظمي إذا لم تكن له أي نقطة إيجابية فهي اتفاقية سنجار. ما اتفاقية سنجار بسيطة جدا، خروج القوات المسلحة غير النظامية والعمل بمبدأ الدستوري العراقي، وهو أن تتولى الشرطة المحلية الاتحادية حماية المنطقة. لاحظي قبل أشهر بدأ الجيش العراقي التحرك للتوجه إلى الحدود لضبط الحدود واقترابها من سنجار، قاومته قوات PKK بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي. قوات PKK نوعين، نوع موجود داخل الحشد الشعبي يستلمون رواتب منذ زمن نور المالكي، ومجموعة أخرى تأتي يوميا وتضع مقرات وتفتيش. إذن وحتى الالتزام باتفاقية سنجار والإسراع بتنفيذها هو أحد النقاط المتضمنة في الاتفاق السياسي بين القوى المشكلة لتآلف إدارة الدولة، والذي تحول وأصبح جزءا من المنهاج الحكومي. إذن سنجار أنا أعتقد ستكون المحك لمعرفة مدى جدية وقدرة ورغبة الحكومة العراقية. أنا أشك في ذلك لأن PKK له علاقات استراتيجية مع إيران. PKK تقوم يعني بحرب بديلة لإيران للمحافظة على مصالحها، بالتعاون حتى مع PKK موجودين في شرق سوريا والحكومة السورية. وتركيا تريد أن تبقي الوضع كذلك لكي بين فترة وأخرى تقوم بخصف. نعم. هذا الأمر يحتاج، أنا أؤيد الأستاذ وائل في نقطة، وهو ضرورة جلوس الحكومات الثلاثة. قديما كان بإمكانهم أن يجلسوا ويتفقوا ضد أقليم كردستان وضد حركة التحرير الكردية، لماذا لا يمكن لهم أن يجلسوا الآن ويتفقوا على وضع
نهاية لهذه الخروقات على الأقل جدا. أو النقاط التي تؤثر على علاقاتهم التجاورية. ممتنة كثيرا لكم ضيفي الكريمين، كنت معنا من أربيل العضو السابق في برلمان إقليم كردستان والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري كما، وأشكر ضيفي الكريم من بغداد نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي، ممتنة كثيرا لكما على الحضور.